نطلبوا البحث، نطلبوا البحث، نبحثوا وتعاونونا ونساعدوها. هذا ممكن، ما تنساوش هذه ماتت شي واحد انتحر في طنطان، ديك النار في الدار البيضاء شي مرة تحرقت. اش غادي نقول لك؟ من جهة أخرى عندك إيديا ماتت لأن ما كاينش حتى الطبيب باش يعالجها. من جهة أخرى واحد الولد في الحبس. شكون اللي كيتحمل المسؤولية ديال هذا؟ يتحملوا النظام الاقتصادي والسياسي ديال البلاد. السياسة ديال الريع وديال الامتيازات ما تعطيك غير هادشي، والديمقراطية العوجة ما تعطيك غير هاد الفضيحة اللي كاينة. حكومة تجي دابا، يجي دابا رئيس الحكومة كنتحدى يقنعها. عيشة عيشة. شكرا زيان، تبارك الله عليك، شكرا. لأن في الرباط، هادي الرباط، هادي ماشي تيزنيت أولا طنطان، حنا في الرباط ماشي يفني. وإذا في الرباط غيبدا الناس تنتحر، يا سالة الفهمة في المغرب. هذا راه غير مقبول في وسط العاصمة هادشي وقع. ولكن إذا كاين شي ظلم، حنا مستعدين بنا، ولكن المرأة خصها تنزل. عندها ملف قانوني صرف أم مظلومة، راه تخد حقها مهما طال الزمن. أشكون الأمور واضحة. كاين كتبقى أنه واش غادي نديرو؟ العاصمة صعيب يوقع فيها هادشي. هادشي وقع في الدار البيضاء ولا في الرباط، ما غير مقبول، غير مقبول. يعني مقبول لأن معنى هذا أنه ما كاينش آليات ديال المراقبة. واجي لالا. شوفوا فيها باش تشوفنا تجن. انا ما عرفتش الملف باش يمكننا نجاوبهم، خصنا ما نتسرعوش. ولكن ملي الانسان كيدق بهاد الحياه، حتى انه يفضل انتحار على الحياه، هي كاينه شي حاجه. ها ملي كتفضل انتحار على الاستمرار في الحياه، هي ان كاين شي حاجه ماشي هي هذيك.